كوكب دري. سورة النور التي ذكر الله فيها الله نور السماوات والأرض لها فضل عظيم. وكانت السيدة عائشة فيما رواه أبو داود تقول: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وهي موجودة في سورة النور، نزلت تلك البراءة من عند الله سبحانه وتعالى تنعي على من أحدث الإفك، فكانت سورة عظيمة يأمر الناس أن نعلمها أبناءنا.